جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثير من الناس نراهم يصلون في المباني التي حول الحرم، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز الصلاة مع الإمام وبينك وبينه مسافات وطرق، ما يكون بينك وبين الإمام طرق ومسافات، هذا يمنع الاقتداء، فلا بد أنها تتصل الصفوف وتأتي إلى المسجد إلى الحرم وتصف مع الناس في المسجد، ما تصلي في بيتك أو في مكان بعيد عن المسجد وبينك وبين المسجد مسافات وطرقات وفضاءات، هذا لا يصح.